هنتكلم نقول ايه؟ ما فيش كلام يتقال. 15 ماتش ب 15 فوز، 40 جول و3 اجوال مستقبلة، 45 نقطة، الاهلي في الصدارة بيلعب في حتة لوحده وباقي فرق الدوري بتلعب في حتة تانية خالص. الاهلي اي نعم في شوية اخطاء لازم تتصلح، اخطاء موجودة وموجودة على طول في كل الماتشات لازم تتصلح، واخطاء بتتعمل وقتيا او في ماتشات معينة برضو دي لازم تتصلح، عشان لو الاهلي عايز افريقيا وعايز ياخد افريقيا بعيدا عن الدوري المصري، عشان الدوري المصري بنسبة كبيرة قرب يتحسب خلاص، فانت لو عايز تاخد افريقيا وعايز تنافس على افريقيا لازم الاخطاء اللي اتكلم فيها النهاردة دي تتصلح. فقبل ما نخش في الحلقة يا ريت تنزل تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول. يلا بينا نخش في الحلقة. مبدئيا كده الاهلي كان بادئ المباراة وبادئ عنده افضلية ذهنية عن المصري، افضلية ذهنية ان داخل المباراة فريق المصري عارف الاهلي، عارف اداء الاهلي، عارف قوة الاهلي، عارف ان الاهلي داخل بنسبة كبيرة ممكن يكسب المباراة، فاللعيبة محطوط عليها ضغط وتحس ان هي داخلة خسران الماتش قبل ما بتلعبه، فلعيبة الاهلي داخلة وكانها كسبانة المباراة 1-0 مثلا، فدون حط ضغط على لعيبة المصري وخلى لعيبة الاهلي عندها نوعا ما ثقة، بعيدا بقى عن اداء الفريق عن شكل الفريق عن اي حاجة، لعيبة الاهلي كانت داخلة عندها افضلية ذهنية. ده اللي ادى الاهلي ضربة جزاء في اول ربع ساعة في المباراة، خلى علي معلول دخل يحط جول، بعد الجول الاهلي جابه الاخطاء ابتدت تبان، او مش الاخطاء ابتدت تبان، الاهلي ابتدى يريح فالاخطاء ابتدت تبان، هو في خطا حصل الخطا دوت انه بدا بوريس سليمان بدل محمد مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه اللي هو بدايته كانت بتفيد الاهلي كتير، بتفيد الاهلي اللي هو يساعد الفريق في الناحيه الدفاعيه مع عنصريه نص الملعب، يساعد الفريق هجوميا ولعيب بدنيا اعلى من وليد سليمان، انت بدات النهارده بوريس سليمان، وليد سليمان ان هو يبقى جنبك على الدكه ينزل لك كرصاصه من على الدكه دي هتفرق معاك، دي هتبقى افضل ليك بدل ما هو يبقى في ارض الملعب نوع ما حكم السن هيجي في الدقيقه 60 هتيجي في الدقيقه 65 هبتدي يريح فتضطر ان انت تخرجه، فوليد سليمان يبقى عندك على الدكه تنزله كرصاصه ان هو ينزل لك على الدكه افضل من ان هو يبدا المباراه، محمد مجدي قفشه بيفيدك كتير جدا ان هو يبدا المباراه. الخطا الثاني وده موجود من ساعه ما علي معلول جه الاهلي، هو المساحه اللي في ظهر علي معلول او الاخطاء اللي بتبقى في ظهر علي معلول. هرجع لكم شويه بالزمن لورا وزمن الاهلي او حقبه الاهلي مع حسام البدري. حسام البدري لما جه كان معاه ساعتها في الدفاع كان موجود معاه احمد حجازي. احمد حجازي كان بيغطي على علي معلول، ازاي بقى؟ ان احمد حجازي اول ما علي معلول يطلع احمد حجازي بيبتدي يميل على ناحيه علي معلول ويقفل المساحه وراه، وتلقائيا احمد فتحي بيتحول لمدافع تاني مع سعد سمير، ونص الملعب اللي هو حسام عاشور بيميل ناحيه اليمين نوعا ما شويه عشان يقفل المساحه اللي سابها احمد فتحي. حاليا الاخطاء بتاعه علي معلول ما بتتغطاش او ما فيش خطا يتغطى، لو انت بتلعب المفروض بمحمود متولي او بتلعب باحمد بايمن اشرف، الاثنين لعيبه بيعرفوا يلعبوا بشمالهم شويه عشان يغطوا على الباك ليفت اللي هو علي معلول، فعلي معلول انت عايز تغطي عليه فانت محتاج نص الملعب بتاعك نص الملعب الدفاعي يبقى عنده افضليه دفاعيه افضل، اللي هو دفاعيا افضل دفاعيا يبقى كويس، فانت الحته دي الاهلي بيجي عندها حاليا بتحس ان هو حصل ايرور عند اللعيبه او ايرور عند فايلر، اللي انت مش فاهم ايه اللي بيحصل، اللي هو اللعيبه مش عارف طب انا ارجع ادافع عشان اقفل على علي معلول ولا اطلع اهاجم اعمل مشاكل الضغط العالي ولا ايه اللي بيحصل. يعني الضغط العالي الاهلي بيشكله بثلاثي نص الملعب اللي هم ديانج وعمرو سوليا ومحمد مجدي قفشه في الحاله الطبيعيه. الضغط العالي كله بيبقى موجود عند الاهلي ثلاثي على طول بيضغط وكمان بيطير معاهم الباكات، فانت الدفاع بيبقى متعرم، فانت لو عندك فريق في افريقيا فايق شويه هيضغط عليك من الحته دي، انت الدفاع بتاعك بيبقى متعري ولعيبه نص الملعب بتشكل ضغط عالي على الفريق الخصم اللي قصادك، فانت الحته دي هتفرق معاك كتير جدا في افريقيا. الحاجه الثانيه بقى اللي عايز اتكلم فيها اللي هي حته برضه الضغط العالي كانت قليله نوعا ما النهارده بسبب انت بدات برضه بوليد سليمان، مجدي قفشه بيفيدك في حته الضغط العالي، بيفيدك اللي هو يضغط على الفريق المنافس، يضغط على الفريق سواء المصري او اي حد يضغط عليه ويقرفه. النهارده وليد سليمان لما بدا نوعا ما الضغط اللي انت بتحاول تشكله على الخصم قل شويه بسبب حكم سن برضه وليد سليمان. فالاخطاء دي خطا لحظي وخطا موجود بقاله كتير اللي هو علي معلول، الخطا اللحظي اللي هو خطا بتاع وليد سليمان. الحاجه بقى الثالثه وحاجه مهمه جدا واللي فيه اسئله كتير بتشكل حواليها دلوقتي، وهي ليه كهربا ما بيبداش اساسي
وليه اليو ديانج ما بيبداش اساسي؟ الاثنين دول ليه ما بيبداوش اساسي؟ زل الكهرباء جاي اصلا في وقت طارئ، جاي ان رمضان مصاب مش موجود، كمان حسين الشحات مستواه سيء، بيحس ان هو بيلعب على الواقف، يلا يا رجاله كده كده هنكسب النهارده، مش لازم افرهد، مش لازم اتعب نفسي. فانت حسين الشحات مستواه سيء، رمضان صبحي مش كهربا، كمان لما بينزل مكان اجاييه ناحيه الشمال، وحسين الشحات بيفضل موجود في الملعب، فانت لما بتنزل كهربا بتحول اجاييه مركزه مثلا من ناحيه الشمال كمهاجم، او بتخرج اجاييه بره خالص. فانت لازم كهربا يلعب بقى، كهربا حتى لما بينزلك على الدكه بيفيدك، بينزلك ماتش طنطا جاب جول او جاب جولين تقريبا وعمل لك اسيستين، جه النهارده نزل جاب جول وعمل اسيست. فانت ليه ما بتبداش الكهربا؟ ليه ما بتبداش الكهرباء؟ الاهلي من بدايه من الدقيقه 60 في ماتش النهارده ابتدت الدماء تتجدد فيه من تاني، لان بدايه من الدقيقه 60 ابتدت تغيرات تحصل، نزل جيرالدو بدل وليد سليمان، ونزل كمان كهرباء بدل حسين الشحات. فانت الاثنين دول لما نزلوا جددوا الدماء عند الاهلي شويه، جددوا الدماء عند الاهلي، خلى الاهلي عنده حركه شويه في الناحيه الهجوميه، جيرالدو سريع، كهرباء سريع، كهرباء نزل كمان عايز يثبت نفسه، عايز يعمل كل حاجه في الكوره. فانت ليه ما بتستغلش الحته دي؟ الحاجه الثانيه اليو بادجي بقى، امتى اليو بادجي هيلعب؟ اليو بادجي امتى؟ مروان محسن سيء، مروان محسن انت جددت له عقده وخليته فيها اولى في الفلوس بتاع الفريق وكل الكلام ده، بس وحش اللاعب ده ما تقدرش تعتمد عليه في افريقيا. انت جايب اليو بادجي عشان تعتمد عليه في افريقيا، اليو بادجي طول وعرض جت طويل، يعرف يطلع يجيب الكوره بدماغه، لو عايز تعمله لو عايز تستخدمه كمحطه هيعرف يعمل الدور ده، لانه طويل جدا، عايز تستخدمه على الارض والله يروح يبقى مهاجم جاي من ورا لقدام هيعرف يعمل دي، لانه سريع وبيعرف يفنش على الجول. فانت ليه ما بتبداش باليو ديانج؟ اليو بادجي انا اسف، ليه ما بتبداش ليه؟ فايلر عنده كذا حاجه مش فاهمها بصراحه، مش فاهمها. وكمان النهارده فايلر لما نص الملعب ابتدى يطيع منه وابتدى يفرط منه، راح مخرج مروان محسن ونزل محمود متولي كثالث في نص الملعب، حول التشكيل 4 3 3، خلى كهربا وجيرالدو كوينجات، وخلى اجاييه حتى ما نزلتش اليو بادجي، بعديها ما نزلتش بادجي. بادجي لازم ياخد وقت، لازم ياخد كاساسي، كهربا لازم ياخد وقت، لازم واخد وقت، سواء تدي له وقت الفتره الجايه عشان تجهزه ماتش سان داونز، او تدي له وقت في ماتش الاهلي، ماتشات الزمالك اللي جايه سواء في السوبر او في الدوري، لازم كهربا محال لا محال ياخد وقت، لازم يلعب اساسي. اليو بادجي لازم يلعب اساسي. مجدي قفشه ما ينفعش يقعد كتير، لازم انت خلاص جربته مره واثنين ما ينفعش، فلازم يبدا اساسي على طول. علي معلول الحته دي لازم تصلحها بقى، لازم تغطي على علي معلول، لازم الحته دي تصلح في الاهلي لو انت عايز تنافس على افريقيا. مباراه النهارده ما فيهاش كلام كتير، ما فيهاش فنيات كتير، المصري داخل كده كده خسرنا قبل الماتش، الاهلي في حته ثانيه، فعلا الاهلي في حته ثانيه، هو في حته وفرق الدوري كلها في حته ثانيه، الاهلي تقيل تقيل جدا جدا السنه دي، والاهم هو افريقيا. هل الاهلي قادر ياخد افريقيا؟ الله اعلم. بس في الاول هاخدك الراي انا في مباراه الاهلي والمصري، قول رايك انت في الكومنتس، الاهلي ايه رايك فيه؟ ايه رايك في الاهلي؟ ايه اخطاء الاهلي من وجهه نظرك؟ قول لي كمان اسئلتي بقى في الحلقه اللي هو امتى كهربا واليو بادجي هياخدوا وقت كاساسي، او ياخدوا وقت اطول من الوقت اللي بياخدوه؟ قول لي في الكومنتس، قول لي كمان رايك، او قول لي ردك على السؤال ده، امتى رمضان الصبح هيرجع؟ قول لي كمان ردك على السؤال، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتنا في الديسكربشن تحت، ويا مش على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.